رسالة التزام المجتمع الدولي بتعزيز مجموعة العمل. شكرا. من العزلة والانغلاق واليوم تكسب الثورة فرص العمل مع ارتفاع وتيرة التنمية الاقتصادية الذي نهب ثروات الوطن. The international community is working for the moment when a change in Syria would come and when the economy in Syria will have to be reconstructed, and that we are now already developing plans together with those who are interested in the reconstruction of Syria, how the international community will coordinate its effort and will do its donor coordination. الوالدي والقضاء والخدمات هذا الدعم والمساندة الدولية اللامحدودة. بدأنا الحقيقة المؤتمر السابق كان مؤتمرا تحضيريا ب 25 دولة، الآن نحن لدينا أكثر من 50 دولة تساند هذه الخطط. هذه هناك رسالة تطمينية لكل الشعب السوري بأن القادم مزدهر، رسالة تطمينية لرجال الأعمال بأنهم في أيدي أمينة، بأن القادم هو حكم رشيد.